السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا ويا هلا ومرحبا ومسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج تراحيب. حياك الله يا خالد وحياكم الله يا مشاهدينا. حلقتنا الليلة كالعادة تتضمن مواضيع عديدة وضيوف مميزين، نبدأها مع تكريم الأئمة. نعم، وبرعاية وحضور سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، نظمت إدارة المساجد صباح هذا اليوم حفل تكريم للأئمة القطريين أصحاب الكفاءات العالية لتحفيزهم على القيام بهذه الأدوار المنوطة بهم وفي دورهم في إمامة المصلين والتواصل والنس مع فئات المجتمع المختلفة. نعم يا خالد، كما تم في هذا الحفل بهيج تكريم العديد من العاملين بالإدارة. خلونا نتعرف أكثر، لكن قبل لا نتعرف أكثر في البداية أنا ودي أبارك لزميلنا خالد النعمة على المولودة ونقول لك البنت ما تيتم. ما يتم حظك يا جار الله وما قصرت. أو ما تيتم. نعم. الله يجزيك الخير. نروح نتعرف على هذا التقرير من خلال هذا التقرير. الإدارة تقريبا الآن مشت في خطة في استنهاض الكفاءات وتشجيع يعني بعض الموظفين اللي يلحقون بركب المتميزين، ولا شك ان احنا ذخيرتنا حقيقة يعني بالدرجة الأولى الأئمة عموما، مثل ما قلت لك هم أصلا ذخيرة العمل وأساس العمل في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كون انهم مرتبطين بالمجتمع وكون ان لهم يعني هم أو الصف الأول الذي يخدم بيوت الله عز وجل، وبالتالي يعني لابد أن تكون لنا وقفة معهم إيجابية، نقول للمحسن أحسنت ونشجع يعني من يعني يكون بعد ذلك يعني في خطوة يعني متلاحقة إن شاء الله. التزام الأئمة بتعليمات وتعاميم وتوجيهات الإدارة بالإضافة إلى تميزهم وحسن تعاملهم في المساجد وحسن أدائهم والتزامهم في عملهم وانضباطهم في المساجد، هذا كله من الأمور اللي جعلتنا أن نكرم المتميزين في هذا العمل خاصة كأئمة، وما في شك أن هذا القصد منه هو تكريم من عمل وأيضا واجتهد، وكذلك أيضا حافز للآخرين أن يجتهدون لحتى يصلوا لدرجة إن شاء الله التكريم. طبعا في حوافز معنوية وفي حوافز مادية، والحوافز المادية مثل ما سمعتوا إن شاء الله فيه مبالغ مالية بتنزل بإذن الله في حسابات اللي تم تكريمهم. وللحديث أكثر عن برنامج التكريم نستضيف السيد علي راشد العبدان رئيس قسم شؤون العاملين بالمساجد. يا مرحبا ومسهلا فيك، حياك الله اليوم معنا في برنامج تراحيب. يا مرحبا بك. الله يسلمك. يا مرحبا بك. الله يرحمك. في البداية ودنا تحدثنا أو تعطينا نبذة عن هذا الحفل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحفل في الحقيقة يعني تشجيع لأمة العاملين في المساجد على ما قاموا به في أداء واجباتهم الدينية، خصوصا في فترة رمضان يعني كان فيه تعاون كثير منهم وبعض الأخوة الإداريين والفنيين العاملين في الإدارة، يعني فحبوا الإدارة أن يكرموهم على جهودهم اللي قاموا بها في خلال هذه الفترة. ويعني هناك ناس يعني ما تم تكريمهم، لكن يعني إن شاء الله يكون لهم تكريم إن شاء الله في المستقبل القريب إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. طيب لو بغينا نسألك أستاذ علي، ما أهمية تكريمهم؟ يعني شنو المقصد من وراء تكريمهم؟ هل هو مجرد حافز لهم أو يعني أنت تبونهم يستمرون على هالنهج أو تبون تطلبون منهم أشياء بزيادة يفيدون المجتمع فيها؟ هو الحقيقة يعني تكريمهم تشجيعهم وتشجيع الآخرين، يعني
يعني تحفيز الأئمة والعاملين في المساجد في جميع شؤون المساجد أنهم يقوموا بدورهم ويتشجعوا أكثر لأداء أو القيام بدور المسجد. أن يعني دور المسجد يعتبر دور ديني واجتماعي وثقافي، فهؤلاء جزاهم الله خير يعني كان لهم نشاط كبير في الفترة هذه، وبيكون هذا التكريم يعني شبه سنوي، إيه، ويعني يعطي حوافز للآخرين أنهم يتشجعوا ويعني يحصلوا مثل ما حصلوا الأخوان يعني في بإذن الله. نعم. طبعا في آلية أكيد أو في مقاييس عندكم لاختيار المكرمين، فودنا تحدثنا عن المعايير اللي من خلالها تختارون المكرمون من الأئمة. المعايير يعني تكون عندنا المعايير من حيث يعني الانضباط في العمل في المساجد، العمل المسجد، وكذلك يعني تطبيق جميع قرارات الإدارة من تعاميم إدارة المساجد من تعاميم وتعليمات والقيام الصحيح في بدور المسجد، إيه، وانضباطهم في المسجد، عدم كثرة القيام، مثلا يعني نقدر نقول تنشيط المسجد، الالتزام يكون الالتزام في المسجد يعني، والاهتمام بدور المسجد. المسجد دوره دور عظيم يعني في تخريج الأجيال وفي تعليم الناس، وهو دوره ما ينقطع المسجد يعني، تعرف المسجد دوره 24 ساعة، أي شيء عندنا في الـ في الـ في القطاعات دوره ينتهي بالوقت إلا المسجد دوره 24 ساعة. فلهذا ما شاء الله يعني جزاهم الله خير الأخوان اللي كرمناهم واللي ما كرمناهم، يعني هم يعني قاموا بدور في هذه الفترة، خصوصا فترة المواسم، موسم رمضان، يعني لهم دور كبير وباع كبير في 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 القيام. والمعايير عندنا بالتعاميم والانضباط ودور يعني الإمام في المسجد يعني. نعم، وأنا أعتقد أن الجماعة اللي ما تكرموا أكيد بيشوفون الناس اللي كرمتوهم بيكونوا لهم قدوة أكيد، وراح يتكرمون معهم إن شاء الله في 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 السنة القادمة. أكيد دائما راح يكون تحفيز لهم والتشجيع يعني يحفز الناس على الاستمرار والوصول إلى يعني ما مثل ما وصل اللي قدامهم، وهذا مطلوب أصلا يعني. نعم. سواء الإنسان فيها حوافز يعني أو ما فيها، فالمسجد دوره دور عظيم جدا يعني. نعم. أول شيء دور الأجر من الله سبحانه وتعالى، وكذلك يعني دور في التربية الأجيال، تربية الناس، يمكن الناس ما يقدرون يسمعون في لكن يسمعون من المسجد. نعم. نعم. علي أخوي علي، مثل ما تفضلت الناس تعتقد أنه يعني ينعقد على دور المسجد أنه مجرد دور حق العبادة، هو مش دور حق العبادة فقط، هو دار للتوعية والإرشاد الديني والإرشاد النفسي، وكل هذه الحاجات تكون موجودة. نعم. حتى احنا قمنا نشوف في هذه الفترة أن في أئمة توهم اللي هم صغار اللي قاعدين نشوفهم، وللأمانة نوجه لهم تحية من عبر قناتنا قناة الريان، وإن شاء الله يا رب تكونوا بمثابة قدوة لنا والأخواننا الصغار اللي يشوفونهم. نعم. وأتوقع أن هذا الحافز. طيب شنو هي الحوافز اللي انتم تقدمونها لهم لو جينا نتكلم عن الحوافز؟ الحوافز عينيه وحوافز ماديه، يعني حوافز يعني الماديه يعني خصوصا الاخوان اللي تكرمناهم اليوم، فيه منهم من اخذ حوافز عينيه ومنهم ان شاء الله ياخذ حوافز في تنزل في رواتبهم ان شاء الله. اي نعم. نعم، هم يستحقون هالأشياء بناء، وهذه تشجيع يعني، هو القصد مش في الحافز المادي، القصد هو التشجيع والاستمرار لهم إن شاء يعني الله. الحافز الإنسان إذا قدم شيء. نعم. وشجع عليه سواء بالمعنوي أو بالمادي يحس أنه قدم شيء. نعم. ويزيد يعني في العطاء. بل. لكن لو اشتغل وتعب لكن ما سمع تشجيع أو ما شاف تشجيع، أكيد أنه يعني تبرد الهمة عنده. نعم. والعزيمة والعطاء أكيد. يعني هل تشوف أن التكريم حافز لتشجيعهم والعمل في هذا المجال والاستمرار في هذا المجال، خاصة أن أعتقد أن هذا المجال بالذات يعني فيه مكافأتين، مكافأة يمكن دينوية ومكافأة يعني إن شاء الله في الآخرة؟ أكيد يعني الحوافز دائما في أي مجال يعني تفرح الواحد، يعني أي حافز والكلمة يعني سواء كلمة ولا شيء عيني يفرح الواحد لو حد أعطى حافز وشجع على العمل اللي أداه،
يعني حتى قلت شكرا جزاك الله خير يعني يفرح فيها. وفي الكثير من الناس ينظر للتكريم المعنوي سواء من خلال شهادة مثلا أو من خلال غيره، يعني يمكن يشوفها أكثر بكثير من التكريم المادي ويفتخر بها ويتنومس ويبذل الجهد، يعني ضاعف الجهد. والتكريم المعنوي يبقى، نعم، والمادي يروح، يعني سواء شيء ملموس أو محسوس مع الوقت بيروح، لكن المعنوي يبقى. يعني واحد أعطوه شهادة يعني ما شاء الله يحصد هذه الشهادات ويفتخر فيها، أنا قدمت وسويت. فالحافز المعنوي يعني أنا أقول أكبر من الحافز المادي. نعم صحيح. نعم. إحنا لو بنقول مثلا الحين أنتم ما شاء الله كرمتوهم، وفي ناس لسه ما تكرموا وإن شاء الله بيتكرمون قريب، لكن اللي إحنا بنقوله، طيب هذيل أئمة المساجد اللي تم تكريمهم، إيش مشاريعهم اللي بتكون مستقبلية أو القريبة؟ يعني إيش طموحاتهم؟ شنو هو أهدافهم اللي يبون يحققونها أكثر؟ والله يعني إحنا حقيقة في الإدارة يعني عندنا دراسة لل على ضوء الموجود عندنا. نعم. نعمل مثل ما تقول بحث واستنتاج لنتائج الأشياء اللي حصلت عندنا في الإدارة. نعم. وعلى ضوءها نجعل خطط مستقبلية. نعم. لتفادي هذه الأخطاء. نعم. صدق يعني الإنسان الكامل الله سبحانه وتعالى. نعم. لكن الإنسان يعطي طاقته، والإمام نفسه يعني له طاقة في يعني من هم يعني محدث يعني هو في الحديث، ممكن تسمع قصة من واحد لكن إذا تحدث فيها شخص آخر يعني تكون سمعك لها وجاذبيتك لها أشد من فالأئمة. يعني الحمد لله عندنا في البلد هنا مفتوح لهم النشاطات الدينية والبرامج من خلال يعني إدارة المساجد والتعاون مع إدارة الدعوة في الدروس، يعني اللي بيحط له دروس مثلا بيجعل له دروس يومية أو أسبوعية، فهم جزاهم الله خير يعني فاتحين المجال لهم يعني سواء بالدروس. خاصة أخوي خالد أنا أشوف يعني في السنوات الأخيرة ما شاء الله يعني وزارة الأوقاف وكل من يعني يعنى بهذا الموضوع يعني قدموا الدعم للمواطنين لدخول الخطابة وفي نفس الوقت دورات في الخطابة، ويعني هم يكونون أئمة للمساجد، هناك دعم معنوي دعم مادي قوي ومن خلال مسابقات كثيرة، فهذه بالعكس يعني مبادرة ونقطة يعني تشكرون عليها يعني جزاكم الله خير. الوزارة جزاهم الله خير يعني فاتحين الباب اللي يشوف فيه كفاءة وفيه يعني فيه دورات للإمام القطري، الإمامة والخطابة، في الشخص اللي يشوف فيه كفاءة وعنده يعني استعداد فالباب مفتوح يعني لجميع الشباب القطري، وما شاء الله عندنا ما شاء الله مجموعة كفاءة. حتى في جامع محمد بن عبد الوهاب كان أكثر الشباب اللي يمون في رمضان كلهم من القطريين الحمد لله، يعني ما شاء الله عليه رب العالمين. واحنا نتوجه لكم بالشكر بالاول وبالاخير ونشكرك على حضورك معنا استاذ علي اليوم. استاذ علي هو علي راشد العبدان رئيس قسم شؤون العاملين بالمساجد، نتمنى لكم كل التوفيق وان شاء الله لاخواننا الائمه القطريين ونشوفكم باذن الله ان شاء الله. نشكر قناتكم جزاكم الله خير على الدعوة. لا شكر على واجب. وعلى طاري مسجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كانت قناه الريان يعني ليليا في رمضان تنقل نقل بث مباشر من خلال من داخل المسجد، فهذا شيء يعني محسوب لكم جزاكم الله خير وسبق يعني جزاكم الله خير. حياك الله وشرفنا. الله يرحمه. أعزائي المشاهدين، مستشفى العيون الطائر الخاص بمنظمة أوربيس يعمل من العام 1982 في مجال تأمين الرعاية والعلاج لتلك الحالات، وها هو اليوم يهبط عندنا في الدوحة بهدف تأمين كافة ما تحتاجه إصابات العيون. نعم جرى الله. وأيضا كاميرا الترحيب تابعت وصول هذه الطائرة إلى المطار ودارت داخلها ونقلت أبرز المواضيع اللي هي موجودة فيها أو الأشياء اللي متواجدة. نعم. فيها وجابت لنا هذا التقرير التالي نشوفه وياكم مع بعض. مستشفى العيون الطائر الوحيد في العالم يهبط في الدوحة. ها هي طائرة منظمة أوربيس الخاصة بجراحة العيون وبإنقاذ البصر تحط رحالها للمرة الأولى في دولة قطر بالشراكة مع مطار الدوحة الدولي. هذه الطائرة الفريدة من نوعها هي عبارة عن مستشفى تدريبي متنقل لجراحة العيون تقدم خدماتها حول العالم أجمع منذ عام 1982، فهي تمكنت من توفير برامج مساعدة في 90 دولة
وعملت على تعزيز مهارات أكثر من 300 ألف متخصص في الرعاية الصحية، ووفرت علاجات رعاية العين لأكثر من 18 ألف شخص حول العالم. هذا المستشفى الطائر هو مرفق تعليمي مجهز تجهيزا كاملا يتم تشغيله داخل طائرة من نوع DC-10، تحتوي على غرف متطورة ومعقمة خاصة بالعلاج وبالنقاهة، وتوفر الجراحة اللازمة لكافة إصابات العيون خاصة عند الأطفال. منظمة أوربيس هي منظمة عالمية غير ربحية تعمل لأهداف إنسانية في البلدان النامية لإنقاذ البصر في جميع أنحاء العالم. تكافح وتعالج العمى من خلال التدريس والتدريب العملي والتعليم، وهي تطمح إلى تحسين الوصول إلى علاج ورعاية خاصة بالعيون في محاولة للقضاء على كافة حالات العمى التي يمكن تجنبها. تحت شعار زرع الأمل والبسمة الدائمة تجول طائرة أوربيس حول العالم، وتحت شعار توفير الفرص وتقديم الأفضل للمكفوفين تحط اليوم في الدوحة لتعود وتحلق عاليا تاركة خلفها نظرة امتنان وتقدير لعملها السامي والنبيل. أعزائي المشاهدين، شفنا وياكم طبعا جرى الله، شفنا مع المشاهدين هذه الطائرة الفريدة من نوعها اللي متنقلة حول العالم، واللي هي تقريبا عالجت أكثر من 18 ألف شخص حول العالم لجراحة وطب العيون. وسبحان الله، اسمحوا لي أعزائي المشاهدين أذكر بيت الشعر هذا اللي هو له خص بالموضوع: ألم ترى إلى الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا، سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى. طبعا لله في خلقه شؤون، سبحان الله الإنسان توصل لهذا النوع من العلم، ولا ايش رايك جار الله؟ نعم، كلامك في محله، وانا يعني اعتقد ان الهيئات عندنا في قطر ما قصروا، تواصلوا مع هذه المنظمه ويعني زارتنا هذه الطياره. نعم، وان شاء الله انها تكمل رحلتها في يعني جميع دول العالم، وتحاول يعني يحاولون قد ما يقدرون انهم يعالجون الاطفال وكل من يصاب بهذا المرض. لا، هو الله يجيرنا وياكم ان شاء الله من كل شر باذن الله. نعم، طبعا شعارهم اخوي خالد زرع الامل. زرع الامل. نعم نعم، طبعا اخوي خالد الحين احنا بنطلع فاصل. نعم، نطلع فاصل مشاهدينا، وبعدها نكمل باقي فقرات برنامجكم ترحيل. رجعنا لكم مشاهدينا، انطلاقا من حرصها على مواكبة تطلعات الشباب ودعما لدورها في الحركة الاجتماعية، نظمت وزارة الثقافة والفنون والتراث الملتقى الشبابي الأول الذي يهدف إلى الاستماع إلى آراء الشباب ومقترحاتهم أيضا في ما يتعلق بالبرامج والأنشطة التي تقدمها الأنشطة والفعاليات الشبابية. نعم يا خالد، خلونا نشوف مشاهدينا الكرام مع بعض هذا التقرير. نعم، الشكر موصول حقيقة لوزارة الثقافة والفنون والتراث على إقامة هذا الملتقى الأول للشباب والشابات من أجل توصيل فكرة الأنشطة الشبابية ونشاط الوزارة. تم خلال هذا الملتقى تعريف الشباب عن طريقة إعداد البرامج وأسسها وطريقة إعداد المشاريع، بالإضافة إلى عمل بعض الورش التدريبية لطريقة طرح الأفكار ودراستها وتقييمها وفق أسس من قبل المحاضرين. أب
أفدى الشباب العديد من آرائهم وعرضوا مشاكلهم من خلال ورش العمل. مشكورين كانوا الأخوان اللي وضعوا فيها أسس علمية ونظرية وتطبيقية لحل هذه المشكلات اللي تواجه المراكز الشبابية والأندية الشبابية وأيضا حتى المبادرات الشبابية. الهدف من هالملتقى صراحة الشبابي اللي هو بعنوان يهمنا رأيكم إن شلون وصل صوتنا للإدارة. بما تعرفون صارت البرامج التقليدية، الحين نحن بعصر جديد بنحقق رؤية 2030 اللي تحت عنوان التنمية الشبابية، والأنشطة والبرامج المتواجدة الحين صراحة ما تلبي الشباب. فالهدف من هالمؤتمر إن شلون وصل صوتنا لهم، وإحنا عرضنا أفكار كثيرة منها البرلمان الشبابي، منها القناة الشبابية، منها أيضا الحوار الشبابي اللي بين المراكز. نتمنى ان يعني اراء الشباب ان شاء الله تاخذ بعين الاعتبار، على الاقل ما نقول كل الاراء، يعني على الاقل يعني جزء من الاراء او شيء من الاراء هذه تاخذ بعين الاعتبار على الاقل تتنفذ، ان شاء الله نشوفها مع السنوات الجايه على ارض الواقع ونشوفها يعني حقيقه مش حلم. يعني أنا واحد من الشباب المتطوعين اللي صراحة سعيد جدا للمشاركة في هذا الملتقى من أجل التنظيم والمساهمة في توصيل هذه الفكرة للتسعير وزارة الثقافة، بالإضافة أن الشاب القطري إلى الآن عنده الإمكانية وأنه يوصل فكرته أو أنه يكون من أحد العوامل النجاح مثل هذه الملتقيات. خالد، أنا عجبني الشعار واللي يقول ما يهمنا رأيكم. نعم. وأعتقد أنهم مشوا على المثل اللي يقول من خاب ما خاب من استشار. نعم. كلامك عدل جر الله، ويعني إحنا شفنا هذا الحماس المتواجد عندهم، وخصوصا يعني يوم أنهم تكلموا عن المراكز والأندية والأنشطة الشبابية وأتاحوا لهم الفرصة أن يبدون آرائهم، وخصوصا يعني من المنظمات الموجودة، واحدة من المنظمات أنا أنتمي لها وقد شاركت فيها من قبل، فيعني هذه خطوة جدا إيجابية وتكفي أن تكسر حاجز الخوف عند الناس أو عند الشباب الموجودين، لأن نبيهم يكونون بعدين في المستقبل يبدون بآرائهم، يتكلمون، يأثرون في المجتمع بصورة إيجابية. أتمنى نعم. هالشيء يكون موجود إن شاء الله. بعرف منكم منظمة بس بعد الحلقة إن شاء الله بإذن الله. الحين خالد بنروح لموضوع ثاني. نعم. أو موضوع مختلف تماما. طبعا أعلنت نعم إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية عن إطلاق حملة وطنية جديدة تحت شعار دني، تهدف إلى توجيه المجتمع لعلاج بعض الظواهر السلبية في صفوف الطلبة. قبل استقبال ضيفنا خلونا نشوف هذا التقرير. فكرة هذا المشروع عمل حملة توعوية للمدارس وتهدف بصورة عامة إلى توعية الفئات المستهدفة وأولياء الأمور في العمل على إيصال مفهوم تحمل المسؤولية، وتهدف هذه الحملة إلى توعية الفئات المستهدفة بالسلوكيات السلبية وتوجيههم لتغيير هذا السلوك وتنمية مهاراتهم التربوية للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والمشرفين. ال
اللي شدنا حق هاي الحملة اللي هو الهدف اللي هو غرس قيمة تحمل المسؤولية، طبعا من خلال الطالبة مع المجتمع، خلال تحمل مسؤولية الطالبة تجاه نفسها تجاه مجتمعها تجاه بيئتها. فهي أتوقع أن إن شاء الله هذه الهدف إحنا راح نحاول أن إحنا نغرسها في حياة طالباتنا من خلال طبعا الأنشطة والبرامج اللي راح نقترحها بإذن الله. فكرة الحملة التوعوية هي تحمل مسؤولية الجيل أو النشأ، هي فكرة ممتازة فعلا. هالموضوع جاي في وقته، وتحمل مسؤولية فعلا أبنائنا وبناتنا في حاجة ماسة، خصوصا هالجيل في حاجة ماسة جدا إلى تحمل مسؤولية. لإيش صادف أن المسؤولية فعلا بدأت تضعف وخوفا أنها تتلاشى مستقبلا. المسؤولية جاي من كلمة سؤال. المسؤولية تعني الاستعداد للإجابة بشكل صحيح عندما تسأل عن مسؤولياتك، أن تقوم بها تجاه نفسك، تجاه علاقاتك، تجاه كل ما هو مطلوب منك أن تؤدي. ولا شك اليوم نحن في زمن صعب وعصيب، لأن الأولاد سحب منهم فتيل العنفوان بسبب حماية أهلهم لهم. أنا حبيت أن أكون مشارك بالحملة ومشاركتي بالفيديو والصور، وأتمنى أن أكون مسؤول. حبيت أشارك في الحملة عشان أكون مسؤولة. لمعرفة المزيد حول أهداف هذه الحملة وآلية عملها، نستضيف اليوم وياكم السيد ناجي عبد الرب العدي، هو مدير إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية. يا مرحبا ومسهلا فيك أستاذ ناجي، حياك الله معنا اليوم. الله يحييك، جزاك الله ألف خير إن شاء الله. يا مرحبا ومسهلا بك في ترحيب. الله يحييك. في البداية ودنا أعرف من وين جات الفكرة وليش أطلقتوا عليها اسم دلني. بسم الله الرحمن الرحيم. حملة دلني حقيقة هي استكمالا للحملة السابقة اللي كانت تحت مسمى أرشدني. وحملة دلني هي في نظرة وزارة الشؤون الاجتماعية بتوجيهات سعادة السيد ناصر عبد الحميدي وزير الشؤون الاجتماعية في إيجاد نوعية من البرامج النوعية تستهدف الشباب في المقام الأول، بحكم أن واحد من اختصاصات إدارة الحماية الاجتماعية اللي هي توعية المجتمع بمفهوم الحماية الاجتماعية. كان دائما الحرص أن تكون الأسماء أسماء تميل إلى البيئة القطرية، فدلني هي كلمة شعبية دارجة كان الشباب وكذا، بمعناتنا دلني عرفني روني وين الطريق الصحيح. دلني هي كواحدة من الحملات التوعوية اللي تستهدف طبعا مجموعات معينة في الدولة بهدف تحقيق قيمة سلوكية واحدة على مدى فترة الحملة. نعم، زين. لو بغينا بس تحدثنا شوي عن خطة الحملة وأهدافها اللي أنتم تبونها بالضبط من هذه الحملة. أهداف الحملة طبعا في المقام الأول هي حقيقة، يمكن الآن نحن نقول الفئة المستهدفة طلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة، أو تحديدا من 7 إلى 21 سنة، يعني تتناولها حتى المرحلة الثانوية. بالضبط. نعم. حتى ما بعد الثانوية 21 سنة، سابعة من الصف الثاني تقريبا. بالضبط. أو الأول. صحيح. بعد الثانوية، بمعنى أنه شمل المراحل التعليمية الثلاث. أضف إلى ذلك، هذا يمكن كشيء مباشر الإنسان يلمس عندما يسمع حملة دلني، لكن حقيقة احنا نستهدف ثلاث فئات. الفئة الأولى هم طلاب وطالبات المراحل التعليمية الثلاث. الجانب الآخر اللي هو الفئة المستهدفة الأخرى هم من يقوم بالإشراف على هؤلاء الطلاب والطالبات في المشاكل اللي تحدث سواء في المدارس أو في المجتمع بشكل عام، بحيث أنه يكون هناك نوع من العلاج. صحيح أنه في المقام الأول هي التوعية والنسبة الكبيرة اللي يأخذها البرنامج الحملة. الشيء الثالث أو الفئة المستهدفة الثالثة هو المجتمع بشكل عام، طبعا هذا من خلال سياسة موجودة في وزارة الشؤون الاجتماعية وفريق عمل يقوم على ذلك، بحيث أنه نشمل الثلاث الفئات من ناحية التوعية، من ناحية العلاج، من ناحية توعية المجتمع بمفهوم الحماية الاجتماعية، أو بمفهوم تحديدا يمكن احنا حملة كاسم كمسمى دلني اللي هي سيكون إن شاء الله مسمى دائم، لكن القيمة السلوكية هي متغيرة كل سنة بما تتوافى من تغذية راجعة للحملة من خلال ماذا ممكن أن نختار من قيمة سلوكية أخرى اللي نجد أنها أكثر تأثيرا أو هي أكثر بروزا موجودة في المجتمع القطري، وبالتالي نعمل على علاجها بإذن الله. أستاذ ناجي، ولا أقطع كلامك، بس
شدني شيء انت قلته الحين ذكرته اللي هو العلاج، شنو اللي تقصده بالعلاج؟ هل هو علاج السلوك ولا علاج اي فئه من المجتمع تقصد فيه؟ العلاج نقصد فيه هو تقويم السلوك. تقويم السلوك. اي الان لما نيجي ناخذ انا مسؤول. انا مسؤول هناك نجد ان فيه فقدان ثقه او عدم رضا فيما بين الابناء والاباء. وكل منهم يلوم الاخر، طيب وين المشكله؟ المشكله هذه يمكن في بعد فجوه بينهم. بالضبط. الآن وين المشكلة؟ من يعالج المشكلة هذه؟ إحنا الحملة هذه تعالج أربع قطاعات. القطاع الأول أي بالضبط لتوعية وعلاج. المجال الأول هو المجال الشرعي، وطبعا هناك تعاون كبير مع الأخوة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الجانب هذا طوال الحملة. الجانب الثاني أو المجال الثاني هو المجال الأمني، بمعنى أنا كشاب أنا رجل أمن أينما أتواجد، أنا مثلا صاحب أمن أينما أتواجد، مش بالضرورة أن أنا أكون لابس لباس الشرطة على أساس أن لا، أنت تستطيع أن تكون رجل أمن أو تستطيعين أن تكونين شابة أمن بشرط أن يكون عبر القنوات الرسمية طبعا. مش أنه أيضا إحنا عندنا المجال الإعلامي فهذا جانب أيضا آخر، والجانب الاجتماعي طبعا واللي إحنا تقوم فيه وزارة الشؤون الاجتماعية من ناحية الجانب الاجتماعي والجانب أيضا السلوكي أو النفسي، بمعنى كيف هذا. وهذا دور الآن اللي دور من يفترض دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين سواء في الجهات ذات العلاقة سواء في وزارة الشؤون الاجتماعية أو بعض الجهات الأخرى أو أيضا في الفئة المستهدفة في المقام الأول اللي هم طلاب وطالبات المدارس. يجب أن يكون هناك دور كبير في مجال التوعية في مجال العلاج، كلما كان الاكتشاف المبكر كلما كان العلاج سهل أسهل. صحيح. نعم، أنت ذكرت أن الفئة المستهدفة اللي هم طلاب المدارس ثلاث فئات. نعم، بس الفئة المستهدفة الرئيسية يمكن بالضبط. الطلاب بالإضافة إلى المشرفين الأخصائيين يمكن الاجتماعيين والمجتمع القطري بشكل عام. لو بغينا نتكلم عن المدارس نفسها، كم عدد المدارس اللي مشتركة وياكم في هذا في حملة الدني، وفي نفس الوقت هل في شروط الاشتراك؟ شوف هذا احنا كسياسة عندنا حقيقة احنا نبغي ان المدارس يكون هي عندها مطلق الحرية في ان تعمل ما تشاء بشرط ان تخدم القيمة السلوكية اللي هي محددة السنة هذه. عندنا ما يقارب من 44 مدرسة، بمعنى احنا اذا نقول متوسط كل مدرسة 500 طالب فاحنا نتكلم عن ما يزيد عن تقريبا 20,000 طالب وطالب اللي هم فعلا حيستفيدوا بشكل مباشر من حملة دلني. اضف الى ذلك البرامج اللي حتكون برامج عامة واللي هي احنا نقصد فيها بقية الفئات الاخرى واللي حتكون بمعدل نصف شهر ان شاء الله. ما في هناك شروط للمدارس، فقط مجرد أن المدارس هذه بادرت بالمشاركة لها مطلق الحرية، وهذا أنا أعتقد أنه يعطي نوع من الابتكار نوع من التجديد نوع من الحرية على المدارس، بمعنى اعمل ما تشاء بشرط أن تخدم القيمة السلوكية. نعم. وما يكون نمط واحد إطار القيمة السلوكية اللي أنتوا يعني معتمدينها السنة هذه. نعم. بالضبط. هو نعم. بعد جرى الله يعني هو على الإرشادات اللي أنتم تقدمونها أكيد يعني المدارس تحتاج لورش تدريبية أو ورش توعوية، هل أنتم تقومون بهذه الورش ولا في جهات أخرى تقوم بتنظيمها وتكون مثلا يعني للفئات هذه المستهدفة؟ لا، في ورش طبعا، وإحنا بدينا من أمس الورش في القطاعات الخمسة اللي موجودة معانا. طبعا ضيوف، كان في استقطاب لضيوف على مستوى عالي في الجانب هذا، يمكن كانت عندنا اليوم الورشة في الجانب التربوي كان الدكتور إبراهيم الخليفي، وإبراهيم الخليفي طبعا معروف. احنا لما نتكلم عن الجانب النفسي ايضا هناك الدكتور طارق الحبيب حيكون معنا بعد بكرة. لما نتكلم عن الجانب الديني ايضا كان عندنا الشيخ بوبشيت. لما نتكلم عن الجانب الامني عندنا ضيف غدا ان شاء الله حيكون يمثل وزارة الداخلية في الجانب الامني، طارق الحبيب بروفيسور يمكن بروفيسور اللي حيكون عقب بكرة ان شاء الله، وهو يتكلم عن الجانب النفسي. واعتقد من خلال ما تجينا من حالات في وزارة الشؤون الاجتماعية نحتاج مع الشباب نحتاج مع الشابات العامل النفسي بشكل كبير جدا حقيقة، لأن مرات تكون الإشكالية هي إشكالية نفسية، هي إشكال يحتاج الشاب أو الشابة إلى نوع من التوعية النفسية أو الاجتماعية بحيث أنه يخرج أو يحاول أنه يجتاز الإشكالية اللي موجودة عنده. نعم. ودنا تحدثنا عن أبرز الجهات اللي تعاونوا معها بهدف إنجاح هذه الحملة.
طبعا عندنا كشريك اساسي مؤسسه الشيخ جاسم بن جبر ال ثاني، واحنا نشكرهم من هالمكان على تعاونهم الكبير صراحه في الحمله هذه. ايضا عندنا الاخوه في المجلس الاعلى للتعليم، وطبعا هم كفئه مستهدفه طبعا بشكل كبير جدا ان الطلاب والطالبات، وهذا نشكرهم على تعاونهم الكبير معنا. هم داخلين كجهه مستهدفه وداخلين ايضا معنا في التعاون في قضيه تقييم المدارس المشاركه، بحيث انه يكون هناك اكثر من جهه تقيم. طبعا هناك وزاره الاوقاف من خلال الدعاء تقييم من خلال الحملة، يعني تقييم المدارس المشاركة في الحملة، بحيث إنه طبعا في نتيجة نهائية عندنا من المدرسة. هناك طبعا جائزة مالية، لكن أنا أعتقد القيمة المعنوية هي أكبر من حتى من القيمة. لما تقول والله هذه المدرسة قطر الأولى أو المدرسة القطرية الأولى في مستوى تحمل المسؤولية، وحيكون في تكريم من قبل سعادة وزير الشؤون الاجتماعية. ويزين هذا اجتماعات يعني معنوية ومادية. بعد هذا أبرك الساعات. إحنا حتى الله سلمك حاولنا طبعا من خلال الحملة السابقة حاولنا اقتصار المدة إلى 4 أشهر، يعني 31/1/2013 بإذن الله تنتهي الحملة، تنتهي كعمل فعلي، لكن هي مستمرة لنهاية العام الدراسي، بهدف طبعا أول حاجة أن تعرف أن الطلاب والطالبات عندهم طبعا كثير من المهام. أيضا أنا أعتقد بعد أيضا مش وزارة الشؤون الاجتماعية هي بروحها اللي قاعدة تشتغل في الميدان، هناك مجالات أخرى، فنترك أيضا المجال لأن قد تكون في جهات إذا ما تكون أفضل منا قد تكون مساوية لنا، وبالتالي هي مسؤولية اجتماعية. يعني إحنا حتى الحملة هذه كنا نستطيع كنا نستطيع حتى كحملة أن الوزارة تقيمها، لكن لا، عندنا الرغبة أن تكون مشاركة بحيث أن هذه هي مسؤولية اجتماعية، لا تهم وزارة الشؤون الاجتماعية، لا تهم الوزارة الشؤون الاجتماعية، تهم المجال الجهات اللي قدمت دعم حتى مادي للحملة. احنا ودنا نتكلم عن أبرز القيم اللي يعني الحملة تغرسها، هدف الحملة إغراسها في أو غرسها في الطلبة وفي الفئات المستهدفة. هي قيمة سلوكية واحدة أخوي جار الله، اللي هي تحمل المسؤولية، بمعنى كل شخص يستطيع يقول لك أنا مسؤول، أنا مسؤول في مكاني، في الجوانب الأربعة اللي حددناها، الجانب الأمني، الجانب الشرعي، الجانب الإعلامي، الجانب الاجتماعي. فإذا هي تحمل المسؤولية، كيف أنا أستطيع كشاب أني أنا أخذ هذه المسؤولية وأستطيع أقول أنا مسؤول في المكان اللي أكون متواجد فيه، وكيف الآباء أيضا لابد الآباء حتى بعض يعني من خلال الدراسات الاجتماعية مرات المشكلة مش في الشاب أو الشابة، المشكلة في الأسرة للأسف، في الأب في الأم. فمعناته أنت يا أب أو أم ما استطعت أنك أنت تعطي نوع من الصلاحيات لابنك لبنتك، أو ما استطعت أنك تشركه معك بحيث يكون هناك نوع من انواع تحمل، او انه يكون في اعتماد على النفس. احنا والله يعني ما ندري ايش نقول لك استاذ نادي، يعني استمتعنا معك بالحديث، ويعني مستغربين من الكم الهائل من هذه النوعيه من المعلومات اللي فعلا احنا نفخر فيها ان تكون هي موجوده. لكن الوقت ما يرحم، لكن المشكله عندنا يعني نتمنى ان نشوفك معنا في الحلقات القادمه وتبلغونا بكلمه جديده، ونتوجه لك بالشكر وللقائمين مع كل المساعدين كلهم من خلال برنامجنا برنامج ترحيب، ونشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا اليوم. واحنا بعد نشكركم، وبالعكس أنا سعيد جدا كان في لقائي معاكم، ونشكركم على اهتمامكم وتغطيتكم لمثل هذه الحملة الوطنية التوعوية. احنا أسعد ولا شكر على واجب. الله يبارك. أعزائي المشاهدين، نطلع فاصل، ومن بعد هذا الفاصل بنتكلم عن العلاج بالنحل. أعزائي المشاهدين، الصدفية مرض جلدي يعاني منه الكثير من الأشخاص من كافة الأعمار المختلفة. في تقريرنا اليوم حول العلاج بالنحل راح نشوف وياكم حالة الطفل سيف الهاجري البالغ من العمر 9 سنوات، لمعرفة كيف تجاوبت حالته مع حالته اللي هي صدفية عندما قام بالعلاج بلسعات النحل. نعم يا خالد، thank you.
البنت هذه تعاني من الصدفية من يوم عمرها 9 سنوات، الآن عمرها 26 سنة، والصدفية كما تعلمون بأنها سيئة جدا في الجلد، تشوه الجلد وتعمل حكة. طيقعات الصدفية هذه تسمى صدفية القش. إن شاء الله الحين راح أعطيها لسعة نحلة واحدة حتى تخف عليها الحكة وتخف عليها الحساسية، لأن دائما مريض الصدفية بيحرش وبيحك. وطبعا بعد اللسع هذا راح أعطيها كريم تدهم بمناطق الصدفية، والكريم بإذن الله يخفف عليها الصدفية إلى أن تتشافى وتختفي إن شاء الله. كانت الحساسية واجد، ونحط عليها أدوية وتخف وترد. يوم عالجني في رجلي ويدي، يوم عالجني الدكتور ناصر أبو درويش خفت الحمد لله، وخفت وبدأت تروح. دقني هنا نحل، وفي ظهري وفي بطني في رجلي هنا وهنا. أول مرة يعني ما وجعتني، ثاني مرة توجع وأمسك، توجع وأسكت ولا أسوي شيء، لكن آخر مرة توجع وأسكت، كل حاجة توجع، وآخر مرة هي أمس اللي دقني هنا في رجلي في ظهري. الحمد لله أنها راحت، بدأت تخف تخف، ولا عاد شفتها، وهذا هو محلها. ورجلي هذه وهذه وهذه هنا كانت، وهذه الربع وهنا. حب ودرويش وحب النحل. قدمت لنا الطبيعة صيدلية كاملة وشاملة، وأصبحت بمثابة طب بديل للعديد من الأعراض والأمراض اللي قد تصيبنا. في فقرتنا الطبية اليوم بنعرض أو بنتحدث عن نوع غريب من الطب البديل قد يتفاجأ الكثيرون لمجرد التفكير فيه وكيفية تفاعله مع جسم الإنسان، وهو العلاج بالنحل. نعم، ونستضيف معنا اليوم الأستاذ ناصر درويش النعيمي، المعالج بالعسل ولسع النحل، للحديث عن هذا النوع خصوصا من العلاج وطريقة الخضوع له. نتكلم معاك وحياك الله أستاذ ناصر. يمكن أنا شوي جاتني حالة شعورية هالشكل وتعاطفت مع الشيء الموجود، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن أنت موجود هنا عندنا، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يطرح على يدك البركة وتكون وسيلة لشفاء العديد من الأمراض من الناس. حياك الله مرة ثانية معنا. الله يحييك، وأنا سعيد بوجودي معاكم وبارك الله فيكم. الله يزيد. يا مرحبا بكم، مسهلة. وأخوي ناصر، في البداية ودنا نتكلم عن كيف يتم العلاج بالنحل أو بالطريقة اللي احنا شفناها لعلاج الصدفية. العلاج بالنحل إذا كان على يد خبير متخصص وأخذ دورات في هذا المجال ومارس المهنة هذه في أثناء دوراته، الأمر سهل جدا. يجيني المريض ويشكي لي حالته، إيش الأعراض اللي يحس بها، وبعض المرضى يجيب لي تقارير الطبيب مثل تقارير وأشعة وأشخص. إيش الحالات غير الصدفية؟ حالات كثيرة اللي ممكن يتم علاجها بالنحل. علاجها بالنحل أبدأ لك من رأس الإنسان، الشقيقة اللي وجع الرأس، الصداع، نعم، التهاب اللوزتين، الجيوب الأنفية، الربو، ديسك الرقبة، التهاب العمود الفقري، ديسك الظهر، النقرس اللي هو اليورك أسيد، وخشونة،
خشونة الركب. خشونة الركب. إيه والمفاصل بأنواعها. تشنجات الأصابع. الروماتيزم بعد. الروماتيز هذا الروماتيز. هو اللي هو المفاصل بأنواعها المفاصل. هو المفاصل بأنواعها هو الروماتيز والخشونة والروماتويد والبروستات. البروستاتا. عسر البروستات. البروستات. نعم. عند الرجال فقط. عند الرجال نعم. فقط. إيه البروستات طبعًا وبعدين عسر الهضم. الإمساك. يعني ما شاء الله يعني كل هذه الأشياء تأخر الدورة. نعم صحيح. إحنا كل هذه الأشياء جرى الله اليوم قد ما نقدر نبي نستفيد من ضيفنا. نعم. ونبي نوصل هذه المعلومات بأبسط صورة للمشاهدين لأن بإمكانهم لأن أكيد فيهم يعني فئة معينة من الناس فعلا يمكن هي كانت تسأل عن هذا النوع من العلاج واليوم هو موجود معنا وبإذن الله نحاول نوصل لكم هذه الصورة بأبسط شيء يعني نقدر نوصله. طيب لو خذنا أنا ودي نبدأ بالصدفية لأن تهم ناس واجد. نعم. لو قلنا الصدفية من وين ممكن نبدأ العلاج؟ يعني مثلا نبي نقول لك ان جاك مثلا شخص ان فيه الصدفيه ونقول انه بدا معاه من فتره طويله، شنو اول شيء تبي تسويه وطريقه العلاج ومده الشفاء كم؟ اول شيء اسئله عن الغذاء. نعم. ايش ياكل هذا الشخص سواء امراه ام رجل ايش ياكل؟ الغذاء هو مسبب للصدفيه او احنا اول نبحث عن المسببات، الغذاء او دواء معين غير مناسب لتركيبه جسمه، فاذا اخذ الانسان احد هذا الشيئين الغذاء ام الدواء فتفرز الكبد مادة ويهاجمها جهاز المناعة هذه المادة فتطلع على شكل صدفية ونحمد الله أنها تطلع على شكل صدفية طفح في الجلد وهي عبارة عن فطريات فأنا أشخص المريض بهذه الحالتين بعدين أمنع من بعض الأكلات مثل الأكلات السريعة مثل المعلبات وإلى آخره من هذه الأكلات وبعدها أبدأ وياه بداية كورس بلسعة واحدة بالنحل وأعطيه المادة اللي شفتها أنا الحين على التقرير على ريل سيف نعم. أعطيه نفس المادة هذه المادة أنا استخرجها من سم النحل من سم من لدغات النحل من سم النحل مش من اللدغات نعم. سم النحل طيب أخوي ناصر وين يتم لسع في أي موضع يتم لسع للمصاب بالصدفية الصدفية لها أماكن متعددة كل شخص نعم. يفرق عن الثاني نعم طيب لو تقول لنا أغلبية الحالات وين يتم لسع هذه أغلبية الحالات في الرقبة في الرقبة من الخلف نعم وسيف تعرض للدغ في الرقبة من الخلف نعم وتعلق للدغ على القلب على منطقة القلب على منطقة القلب بالضبط نعم وتعرض للدغات كثيرة في الأرجل في البطن في الظهر كثير طيب. هذا سيف الصغير اللي شفتوه بس شجاع ما شاء الله عليه ما يبكي أبدا وتصبر وتحمل كفو ودنا نتكلم عن المدة الزمنية اللي يحتاجها المريض علشان يتشافى يعني بالمرة نوع الصدفية تركيبة جسم الإنسان صبره على اللدغ يعني على حسب صبره على اللدغ واستخدامه للعلاج أنا أعطيك مثال على بعض المرضى يجيني الحين سيف خذ 12 يوم إلى وصل لهذه الحالة في التحسن ولله الحمد الله يشفيه القيرة ياخذ 3 شهور بعض المرضى ياخذ عندي سنة وسنة ونص فعلى حسب نوعية المريض هل هو ملتزم بالعلاج هل هو يراجع للسع النحل لسعة النحل ترى الناس يخافون منها لكن لسعة النحل كلها إيجابية ما فيها سلبيات كلها إيجابية مفيدة للجسم أنا اللي تعلمته اليوم يعني والأكيد أن هذا المخلوق سبحان الله أن هبرك المخلوقات كلها النحل اللي منه عسل ومنه حتى يعني لدغته سبحان الله فيها علاج كلامك 100% الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي صاحبه يا فلان كن كالنحلة تأكل طيبا وتخرج طيبا وإذا وضعت لا تكسر يعني إذا حطت على الوردة أو على عود ضعيف ما تكسر تأخذ من الرحيق وتروح سبحان الله طيب أستاذ ناصر لو بغينا تقول شلون أنت ممكن تشخص الحالة وتقول أن هذه الحالة لا والله هذه الحالة ما تصلح للعلاج يعني في حالات معينة يمكن أنت تصنفها بناء على خبرتك تقول هذه الحالة ما تصلح للعلاج عندي لكن ممكن نتقل فيها نسبة هذه الأعراض فممكن تحدثنا شوي عن هالموضوع بعض الحالات تجي صعبة مثل البنت اللي شفتوها هذه جسمها كله اللي في بداية التغيير ايه هي تتعب العلاج الحمد لله موجود لكن هي تتعب صحيح لما تمسح جسدها كامل هذه من الرأس إلى الأرجل تمسح جسدها كامل وصبرها على اللسع هذه أمرها بإذن الله سهل في خلال 3 أشهر تشوفون فيها التحسن هي عندكم من الغناء من هنا حتى لما لسعته في يدها أول مرة وجواني حق التصوير ثاني مرة سألت قلت له حسيتي بحكة من الصدفية قالت لا طيب فالأمور سهلة إن شاء الله مو بصعبة نعم إن شاء الله يعني ودي نتكلم عن عدد النحل اللي يلدغ الجسم بالكامل
لان احنا اللي نشوفه في الافلام جهر الله نعم. نيجون كميه كبيره كميه كبيره وهذه شويه تكون مخيفه لكن متى تكون تشوفون كميات كبيره والله ما ادري ساعات في الافلام صحيح. الافلام خوفت الناس من النحل بزياده وخوفت الناس من اسماك القرش اللي نعم. يسميه اليوريور نعم. اليوريور فخوفت الناس من الشيئين هذول نعم. فالنحل ما منه خوف ابدا نعم. انا عندي 46 خليه في البيت وكلهم ناصر من نفس النوع ولا انواع مختلفه كلهم من نفس النوع. نفس النوع. زين. يعني أستورد النحل من مصر. زين ممكن نسألك نقول لك ما هو النوع اللي تستخدمه؟ النحل المصري مهجن. النحل المصري. المصري مهجن طيب اللي يسمونه معروف عند الناس الجامبو. طيب. كبيرة الحجم. طيب في أنواع ثانية من النحل ممكن تكون سامة أو خطرة على الصحة. النحل الأفريقي قاتل. نعم صحيح. واحدة تقتل مش إنسان تقتل فيل. نعم صحيح. واحدة. سبحان الله. طيب علاج. لأنك عفواً كمية السم الموجودة فيها. أكثر نعم. من كمية السم الموجودة في النحل العادي نعم. وعلى فكرة يعني أنا ودي أقول كلمة بس ما بالمشاهدين يخافون لو كانت بتفيدهم أتمنى أن لا هي مفيدة لسع النحل مفيد أنتوا شفتوا الحقيقة أمامكم نعم. الآن نعم. وأنا شايف الحقائق في يعني البروستات لما يقول لك الدكتور استئصال نعم والرجال يعرفون شو معنى البروستات اللي هو يسبب يسمونه تضخم أكثر من المعدل تضخم والله يعز من يسمع تكون نعم. تضغط على المثانة نعم. لا يستطيع التبول لا يستطيع الجماع صحيح. وإذا مضى عليها 3 أشهر بدون استخراج الصديد يكون الشخص ما يقدر يمشي أوجاع في الفخذين وفي المثانة فالحمد لله في خلال 12 جلسة هو له 60 جلسة مريض البروستات زين 60 جلسة بس قل لي إياها على مدى كم لهم 60 جلسة أحس أنها كل 5 أيام جلسة كل 5 أيام أوكي 5 × 60 300 يعني تقريبا سنة 60 جلسة بس في خلال جلسة 12 يتشافى مروا علي مرضى صدفية مرضى عفوا لأن أكثر شيء عندي صدفية ما أخذ ثاني عليها نعم. مروا علي مرضى بروستات نعم. في خلال 12 جلسة اكتشاف تماما التضخم من باذن الله كله باذن الله نعم. التضخم من 34 رجع الى 28 وهو الطبيعي نعم وكذلك على فكره لما جبت لي المثانه كذلك الغده الدرقيه الخامله خمولها عندنا 9 الحمد لله بعد الكورس العلاجي وصلت 23 وانا اعطيت الجماعه الفلاش نعم طبعا انا اخوي خالد يمكن لو تلاحظون شوي صار عندي سكوت او اندهاش نوعا ما لان فعلا يعني ما شاء الله عندنا في قطر خبرات ومواهب يعني اعتقد خبره كبيره في هذا المجال ودي اتكلم يعني هل في دعم يجيك مثلا من جهه معينه من هيئات هل في تواصل معين لان بيني وبينك انا صراحه أنا شخصياً أول مرة أدري بهالموضوع على فكرة جزاك الله خير أنت اضطرت لهذا الموضوع نعم. أنا ما عندي دعم من أي دولة من أي شخص ولا من أي جهة ولا من شركة ولا من حكومة ولا من شيء الحمد لله هذا جهد شخصي والحمد لله أنجزت أشياء كثيرة بجهدي الشخصي ما شاء الله ولكن هذا فضل من الله عندي مرضى من قطر ومن السعودية ومن أبوظبي 3 دول نعم باستمرار معاي على نعم. حتى القرقرينة الحمد لله تمكنت من علاجها من 13 سنة الحمد لله رب العالمين ناصر احنا تدري اللي لازم نسويه يعني سوري هو لازم ناخذ رقمك ونخلي عندنا احنا خصوصا نعم. لو احد جاي يسالنا جرى الله ان شاء الله ما تحتاجون اي لو احد جاي سالنا احنا ان شاء الله باذن الله نوجهه للتوجيه نعم. الصحيح اذا كان فعلا يتناسب مع حالتهم ان شاء الله ان انت تقدر تفيدهم اخوي ناصر احنا نبي نشكرك اليوم على حضورك معنا ونتمنى او لازم انا اللي اصر لازم تجي وتحضر عندنا مره ثانيه تناول حلقات معينه تفيد الناس تكون حلقة خاصة بموضوع معين لهذا الموضوع إن شاء الله اللي تبونه حاضر الله يهينك وبيض الله فيك بارك الله فيك نعم. إخوان المشاهدين نطلع فاصل ونرجع بعدها نستكمل باقي فقرات برنامجكم تراحيب حياكم الله مشاهدينا بعد هذا الفاصل ويا مرحبا ومسهلا بكم أطلق مركز مناظرات قطر شعار المؤتمر الدولي الرابع للخطابة والمناظرة والحوار واللي يعقد تحت عنوان نحو تأصيل منهجية التمكين في مؤسساتنا التعليمية خلال الفترة ما بين 11 إلى 13 2013 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات نعم ونتابع أيضا فعاليات هذا المؤتمر الصحفي من خلال هذا التقرير نشوفه مع بعض We'll be right back.
هدف من أهداف هذا المؤتمر هو التقريب بين الأجيال المختلفة، جيل الشباب والجيل الأكبر سناً. المؤتمر بيكون فرصة كبيرة لجميع المهتمين في المناظرة والحوار والخطابة للمشاركة، أيضا بتكون فرصة كبيرة للمجتمع في قطر، مجتمع المدارس، مجتمع الإعلاميين، مجتمع الجامعات للحضور والاستفادة. الآن من خلال هذا المنبر يجب أن نوضح للعالم أن الإسلام والعرب حضارة، وأن احنا قادرين على مقارعة الآخرين والتحدث ما يدور في خلدنا بطرق سلمية صحيحة في على مواقع، في جلسات حوارية مفتوحة. فبالتالي هذا المؤتمر إن شاء الله إذا تحقق كما يريد القائمين عليه سيعطي رسالة للعالم أن هؤلاء العرب هم اللي احنا هذا النوع من العرب اللي احنا نريد نتعامل معهم، هم دول اللي يمثلون فعلا الصفة في النقاش وفي الثقافة في الحوار. طبعا جرى الله شفنا مع بعض هذا التقرير واللي ضم اللي هو اسلوب وفن الخطابه والمحاوره مع الناس، واللي نظمته هذه المؤسسه، واللي تحض وتحث المشاركين والطلاب على فعلا على والناس من على محاولتهم وقدرتهم على الكلام وفن الالقاء امام الناس والمحاوره مع الناس. طبعا هذا اللي في موضوع اخر، وقع 40 شاب وفتاة من حملة الثانوية العامة من القطريين بمقر وزارة العمل على عقود تدريب بمركز الفرسان للتدريب والاستشارات لمدة 6 أسابيع، وبعد الانتهاء من البرنامج يتم توظيفهم في مجال الفندقة والسياحة. نعم، وأيضا لمعرفة المزيد حول هذه المبادرة معنا في اتصال هاتف الدكتورة هي المعضادي المدير العام لمركز الفرسان للتدريب والاستشارات. يا مرحبا ومسهلا دكتورة، حياك الله معانا اليوم. يا مرحبا يا يبا، يا هلا مرحبا فيكم. شلونك دكتورة؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله يا يبا. يا مرحبا. موظفين ومنورين الشاشة ما شاء الله عليكم. الله يسلمك بوجود دكتورة. بوجود إن شاء الله يسلمك. في البداية دكتورة، احنا دائما ندعي لكم واحنا فخورين نشوف شباب قطريين ما شاء الله عليكم على شاشة قطرية. الله يجزاك خير ويسلمك ويطول لي عمرك. في البداية ودنا نتكلم دكتورة عن نوع التدريب والاستشارات اللي يقدمها مركزكم لتدريب الشباب والشابات. نعم طبعا، مركز الفرسان للتدريب والاستشارات مركز قطري. نعم. أنشئ من سنة 2004 ويقدم في مجال الإدارة، متخصصين في الإدارة والاستشارات طبعا إدارية. نعم. وأيضا نقدم خدمات اللي هي توجيه المهني، توجيه الإرشاد والمهني وأيضا الأكاديمي، يعني نوجههم نحو الجهة المطلوبة خاصة الشباب القطريين اللي مخلصين من الثانوية أو الجامعية. نعم دكتورة، لو تقولين لنا شوي هل هذه مدة التدريب كافية لتأهيل الشباب والشابات للانخراط في مجالات الحياة أو المجالات العملية، وخصوصا أنتم كان تركيزكم على خصوصا في هذه الفترة على مجال الفندقة والسياحة صحيح؟ نعم. خليني أول شيء أقول لك برنامج طبعا احنا تنمية مهارات الشباب هذه هدف من الأهداف اللي اشتغل فيها المركز من فترة طويلة. احنا بدينا في برنامج تمكين المرأة ودربنا ولله الحمد منا أكبر مجموعة على برنامج متخصص في المناطق اللي خارج مدينة الدوحة، وحبينا هالمرة نركز على الشباب. فشركة إكسوموبيل جزاهم الله خير كدائم يعني قالت بعطيكم دعم نشتغل احنا وياهم على موضوع الشباب. صحيح. طيب احنا ما نبغي ندرب شباب ونخليهم بدون ما نوجههم نحو عمل محدد بالضبط. فكان لقاء مع سعادة وزير العمل اللي فعلا سألناه وقلنا له عندنا بجت كميزانيه واحنا ايضا كمدربين موجودين زين كمركز تدريبي، الان احنا نبي نعرف ما هو التخصص اللي يحتاجه سوق العمل. فسعادة الوزير جزاه الله خير يعني قال لنا الان احنا محتاجين الشباب القطريين في مجال الفندقه والسياحه، وانتم عارفين يا يبا احنا محتاجين الان ل 2022 لهذا النوع من التخصص اللي مش موجود والقطريين قليل جدا فيه. صحيح. ففعلا عشان احنا نمشي بطريقه صحيحه ومتخصصه كان لنا لقاء مع الأستاذ حمد المولي الرئيس التنفيذي لشركة كاتارا للضيافة اللي هي شركة الوطنية للفنادق سابقا. فجزاه الله خير عملنا وصممنا برنامج بحيث احنا نغطي هذه 6 أسابيع، 3 أسابيع احنا نغطيها كمركز وهم يغطونها كتخصص. احنا بالنسبة للجزئية اللي عندنا 3 أسابيع بنغطي فيها عندنا إطار عام، الإطار الأول اللي هو بناء الشخصية واكتشاف الذات والمهارات والقدرات وأيضا تعزيز الثقة عند الشخص وتعزيز الهوية الوطنية عنده. نعم. وأيضا ننمي عنده ونخليه يكتسب مهارات منها مهارات التواصل وعملية شلون يتعامل مع الآخرين، أيضا في دورات تعطيهم
به المهارات الإدارية في كتابة التقارير وإدارة الاجتماعات وتنمية المهارات الإدارية في أكثر من برنامج وإطاء إحنا عاملينه. المجموعة الثانية اللي هي الثلاث أسابيع الثانية بتكون تخصصية في الصندقة، شلون يعمل الولاء كولاء للمؤسسة، شلون يقدر يكسب العميل اللي هو النزلاء، شلون يقدر يتعامل معاهم، أيضا فيها في عن الموارد البشرية. فهذه التخصصات والعلاقات العامة والتسويق وغيرها اللي هي كمؤسسة، دائما الناس ما ينظرون على الفندق أنه هو مؤسسة، يعني كمؤسسة فيها جميع التخصصات، ينظرون له فقط أنه هو فقط مثل ما نقول غرفة أو ريسبشن معي، لكن لا ينظرون له كمؤسسة كاملة فيها جميع التخصصات. فإحنا حاولنا نلفت نظر الشباب أنه يا جماعة هذا المكان أنتم كقطريين المفروض تسوقون حق قطر بالطريقة الصحيحة. حلو لما أدخل فندق ألقى قطري واقف وقطرته وعقالة، مش غلط. فما نبي الشبابنا أيضا يعني مثل هذه المهنة. كل الشباب القطريين المفروض يتواجدون في جميع القطاعات وقطاع السياحة والسفر. ما نلقى إلا عدد قليل جدا من الأصابع سواء من الشباب من يعني من الجنسين. فحاولنا فكان يمكن اللقاء التعريفي اللي عملناه مع وزارة العمل ومع شركة كتارة على أساس إن إحنا نوعي الشباب لهذا الدور. هذه قطر، هذه بلادكم، إذا أنتم ما دخلتوا في هالمجال لا يمكنك تقولون أجنبي أجنبي، أنتم اللي لازم تدخلون هذا الدور، صح ولا لا؟ أنتم اللي لازم، إحنا عشان أنتم ما عندكم عذر راح نعمل لكم برنامج متخصص ونحاول فيه بناء الشخصية واكتساب المهارات، وأيضا نعطيهم الجانب الفني التخصصي في مجال السياحة والفندقة. فأعتقد أن بعد البرنامج بيكونوا قادرين طبعا على أنهم يزولون العمل. اللي بيصير بعدين الإجراءات إن في توقيع عقد ما بينهم وما بين كتارة للضيافة، بحيث بعد ما يخلص هالبرنامج إنه يلتحق في الشركة وتوفر له طبعا. أستاذ حمد الملا جزاه الله خير كان جدا يعني أعطانا امتيازات جدا كثيرة، قال الشباب اللي بيلتحقون معانا في كتارة يستمرون معانا يعني يحاولون يمكن يخلونهم يعني يدرسون على حساب الحبي يعني بيرسلونهم كبحثات دراسية داخل قطر بنفس المجالات اللي هي الفندقة والسياحة. ما أدري دكتورة يعني أنت تسمعين ما أقدر أقول حق الشباب والله راح يجي راح تشتغل مدير، لا، لازم الشاب أيضا يمر بمراحل عشان يقدر يكتسب الخبرات، صح ولا لا؟ صحيح. فنبي شبابنا شوي يطولون بالهم. لأنه ما راح يشيل قطر غير عيال. دكتورة وكلامك جدا طبعا في محله، لكن اللي احنا نبي نقوله نبي نسأل، هل هذه المبادرات في الاستثمار في تطوير الإنسان وتنمية المهارات هل هذه كافية في مدة الستة أسابيع؟ وبعدين شنو اللي أنتم تطلبونه منهم؟ هل هم فقط من حملة الثانوية، طيب طلاب الجامعة أو حتى المتطوعين اللي احنا نسمع عنهم؟ يعني احنا سبق وتواصلنا مع بعض دكتورة، ما أدري إذا تذكريني ولا لا، لكن فعلا احنا توجهنا واحد. على فكرة الشباب اللي دخلوا معانا الآن هم خليط من اللي قلته. عندي ثانوية عامة وعندي طلاب في الجامعة وعندي من أصحاب الخبرة. كلهم عندنا الشباب اللي أصحاب الخبرة. أستاذ حمد الملا من كتارة الضيافة قال لنا إحنا بنشغلهم على طول، لكن وعي الشباب يعني أنا ما كنت أتوقع ما شاء الله عليهم، يعني فعلا الشباب جدا تفاعلهم جدا حلو مع البرنامج. إحنا اليوم ثاني يوم لنا في الورش، الشباب قالوا احنا صح ممكن نشتغل بخبراتنا السابقة، لكن ليش ما ندخل البرنامج وناخذ فكرة عن الفندقة والسياحة؟ وهذا شيء طبعا يدل على الوعي عند الشباب انه حاب يعرف بعض المعلومات قبل لا يدخل مجال لأول مرة يدخله. في شباب عندي كثير ما شاء الله عليهم يا ثانوية عامة، طبعا انا من الجيسين، عندي شباب في الجامعة حاليا يدرسون وما تتوقع جوني ناس في ثالث ثانوي شي يقولون لي نبي نطلع من المدرسة نطلع على طول نشتغل في هالمكان. وبعدين ايش بيسوون لهم في كتارة الضيافة؟ مش بس راح يلتحقون بالعمل، لا، راح يخلونهم يدرسون على حساب الشركة داخل قطر. فاعتقد ان مثل هالفرصة جميلة جدا، ويعني توفرها الشركة للشباب القطري، اعتقد انها فرصة سانحة للجميع. نعم دكتورة، يعني هذا الجهد المبذول من طرفكم من طرف الجهات الثانية القائمة من 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 قبل الدولة كلها تسير في مسار واحد اللي هو تطوير مهارات الفرد والمجتمع عشان نحقق الرؤية اللي هي 2022، ونتمنى ونشكر في اللي هو مجال التنمية البشرية اللي هو رؤية قطر 2030، وهذه فعلا الخطة اللي حاطينها الإطار العام. بإذن الله، ونشكرك جزيل الشكر على تواصلك معنا في هذا الوقت، ونتمنى ان شاء الله يكون لنا تواصل اخر ان شاء الله باذن الله. وانتم ايضا مدعوين لحضور بعض الورش، ولو حابين تصورونهم وتقابلون الشباب حياكم الله في اي وقت ان شاء الله باذن الله. دكتوره احنا نتمنى ان تكون في مبادره شبيهه بالمبادره اللي سويتوها في مجال الفندقه والسياحه، لكن تكون في مجال الاعلام، واداره قناه الريان او قناه الريان حريصه على استقطاب الشباب القطري في العمل والانخراط في مجال الاعلام.
شكرا دكتورة. أعزائي المشاهدين بعد الفاصل نتوقف معكم مشاهدين الكرام مع الدكتور مبارك بن شايق الشهواني، ونتوقف للتعرف على نتائج الاجتماع التشاوري والتنسيقي بين اتحادات سباقات الهجن في قطر والإمارات وفقرات أخرى. خلوكم معنا، فاصل ونواصل. حياكم الله مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، ويا مرحبا ومسهلا بكم. عقد في الدوحة صباح اليوم الاجتماع التشاوري والتنسيقي بين ممثلي الاتحادات لسباقات الهجن في دولة قطر ودولة الإمارات المتحدة الشقيقة. للتحدث عن هذا الموضوع معنا في الاستديو الدكتور محمد بن حمد الشهواني نائب رئيس اللجنة. مبارك بن حمد عفوا الشهواني نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، حياك الله يا مبارك. الله يحييك، مرحبا، وأنا سعيد بهذه الاستضافة وأشكركم عليها. يا مرحبا دكتور. الله دكتور معانا اليوم، ونبي نسألك أول سؤال إن شاء الله، ونبي نقول لك ما هو أبرز ما توصلتوا ليه اليوم في الاجتماع اللي صار مليكم. الحمد لله. أنا لازم يعني نبدأ من وين، يعني من بدأ المشوار وبعدين نرجع لليوم بإذن الله. أي إن شاء الله. أنا طبعا يعني تعرفون هذه رياضة الهجن. نعم. رياضة عريقة ورياضة كبيرة ورياضة لها شعبية وقاعدة جماهيرية كبيرة. فمن منطلق حرص سمو ولي العهد ودعمه لهذه الرياضة وراحته على واهتمامه براحة المواطنين، فقام رئيس اللجنة الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني بزيارة في الأسبوع اللي قبل الماضي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والتقى بأخيه رئيس الاتحاد سباقات الهجنة الشيخ سلطان بن حمدان آل ثاني، وتم يعني بحث الأمور اللي تتعلق برياضات الهجن، واللي أهمها كانت هي الشريحة. نعم. اللي هو وضعت في أي نعم الشريحة اللي توضع فيه. ودنا نتكلم عن الشريحة، لكن دكتور مبارك في تغيير بنشوفه وبنرجع نكمل باقي نستكمل باقي حوارنا. اليوم كانت الزيارة رسالة من سمو الشيخ سلطان بن حمدان النهيان تتعلق بالاجتماع اللي احنا كان اتفقنا عملنا معاهم، هي كانت أهم شيء. وأنا الحقيقة ما كنت أبغى أقول لكم إياها البارحة لأن ما أبغى أسبق الأحداث، أن الشريحة احنا كنا طالبين أن الشريحة تكون شريحة قطر موحدة وشريحة الأخوان في الإمارات موحدة، على أساس تعرف احنا عندنا أكثر من ما يقارب 5-6 آلاف أو أكثر أو 10 آلاف أقول من الهجن اللي تشارك في الموسم الواحد بالسباقات، فلو احنا عملنا شريحة واحدة خليجية للهجن فأعتقد بتكون صعوبة فيها كثيرة وبتاخذ لها وقت طويل وكذا. فكانت الفكرة أن احنا تكون عندنا شريحة وخاصة بالهجن القطرية، وأن هذه الشريحة تقدر تشارك فيها في الإمارات، ونفس الشيء بتكون بالنسبة للأخوان في الإمارات شريحة يقدرون يشاركون عندنا فيها في سباقاتنا، وعلى أساس أن يكون أول شيء تخفف الضغط على اللجان سواء لجنة قطر أو لجنة الإمارات، بدل ما تحط 15 ألف يمكن تعمل حوالي 6 آلاف عندنا ونعمل عندهم العدد الباقي 7 آلاف أو كذا. فهذا كان أهم شيء من النقاط، لأن هم كانوا في عندهم فكرة الشريحة. الشريحة أكيد أنها بتخدم المشارك، تخدم المالك، تخدم المضمر، تخدم الكل، يعني على أساس أنه تعرف على شخصية أول المالك وبعدين على الهجن وسنها وعمرها وكل شروطها، على أساس أنه لما الواحد بيروح من قطر للإمارات على أساس دخول هجنة في السباقات تسهل المهمة. يمكن أنا أكون في قطر أو عندي دوام أو شيء، الشريحة هذه والبطاقة خلاص بتسهل المهمة. وهذا الاجتماعات التنسيقية تصب دائما في مصلحة أهل الهجن، وطرحت عملك في باعتماد البطاقات المشاركين اللي تستخرج من دولة قطر واللي تستخرج من دولة الإمارات، والشرائح الإلكترونية اللي توضع للهجن القطرية تعتمد عندنا في دولة الإمارات، وكذلك طال عمرك دولة في الشرائح الإلكترونية في دولة قطر في دولة الإمارات تعتمد في دولة قطر. هذه الأمور التنسيقية تصب في مصالحة المشاركين ومصالحة المتسابقين في هذه الرياضة. هذه الأمور التنسيقية
دائما طال عمرك ترتقي بهذه الرياضة، هذه الرياضة تبقي تعاون. تم مناقشة سبل والتعاون للارتقاء ونقول الحين ازدهار ونجاح رياضة سباقات الهجن، وتم اعتماد أن يتم اعتماد البطاقات الصادرة من اللجنة القطرية لسباقات الهجن لمواطنيها في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن يعني أي شخص قطري يحمل بطاقة مشارك في دولة قطر في الإمارات ما في يعني له حاجة أن يخسر بطاقة منها. كذلك نفس الشيء الإماراتي اللي عنده بطاقة صادرة من دولة الإمارات يعني له الحق يشارك في قطر بدون ما تكون عنده بطاقة مشارك في قطر. الآلية التي وضعت أو الهدف الأساسي من وضع بطاقات المشاركين ووضع الشرائح في سباقات الهجن هو الارتقاء وتنظيم هذه الرياضة وعمل نقلة نوعية فيها من اللا نظامية إلى النظامية. أنت لو تلاحظ جميع الرياضات في نقول الحين في دول الخليج أو في دول العالم يوجد عندها نظام، عندها قاعدة بيانات تبني عليها استراتيجياتها قوانينها أنظمتها. فالهدف الأساسي هو التنظيم والارتقاء بهذه الرياضة حتى توصل إلى مصاف الرياضات سواء كانت الخليجية أو العربية أو العالمية، لأن هذه الرياضة تحظى بدعم كبير من نقول الحين رؤساء دول التعاون الخليجي. كذلك طبعا عندنا يعني نقدر الشكر الكبير إلى سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وكذلك ولي العهد الأمين اسمه الشيخ تميم على دعمهم وحرصهم في هذه الرياضة. دكتور مبارك، مبارك لكم يعني على اعتماد هذه الشريحة بين دولة قطر والإمارات، وأعتقد أنها راح تكون يعني راح تقدم خدمة لملاك الهجن. ودنا نعرف يعني شو الخدمة اللي راح تقدمها هذه الشريحة لملاك الهجن. طبعا هي الله يبارك فيك، الشريحة ذي أو الشريحة الإلكترونية اللي بتقف في الهجن، طبعا هذه الشريحة بعد ما تثبت جميع البيانات فيها رقم، هي دائما الرقم هذا فيه بداية يعني الخط الدولي لدولة قطر اللي هو يبدأ ب974. طبعا هذه الشريحة ونفس الشيء في الإمارات بيبدأ بالشريحة، فالشريحة هذه مثلا بتغنينا عن يعني صاحب الهجن كل مرة يجيبها وكل مرة يشبهها ويسننها ويتعمها. فالشريحة هذه بعد ما تثبت في رقبة المطية والهجن بيتم يعني أخذ بياناتها وبيعملها يعني تدوين في حال الكمبيوتر وبيعملها قاعدة بيانات، فبتظل هذه يعني لمصلحة مالك الهجن ومصلحة المشارك، إنه إذا حضر مثلا افترضنا إنه في السباق المحلي شارك بها وهي مثبتة فيها الشريحة، في السباق الثاني ما عاد لازم يسألون عن معلوماتها، المعلومات مخزنة أوتوماتيكياً ما عليهم إلا بس يقربون الماسح أو القاري اللي بيقرأ الرقم يمسحوه أوتوماتيكياً في بلوتوث ينقل من الماسح إلى الكمبيوتر بيطلع لك على الشاشة بيانات المطية والهجين، فبتمر بدل التأخير وتوجيب صاحبها ومالكها الأصلي وهذه من وين وإنتاج وما أدري، بالشريحة هذه البيانات موجودة مخزنة مسبقا بتسهل على حتى لو ما جاء مالكها معها الأصلي بالعامل بس يجيبها على الموظف وموظف اللجنة يمسح بالقاري على رقبة المطية محل وين تثبيت الشريحة، البيانات بتكون موجودة على الجهاز وبتعدي الناقة، ما يحتاج تطلب كل مرة تطلب مالكها وتطلب واحد يثبتها لك. دكتور مبارك، يمكن الحين ملاك الهجن كلهم أنا متأكد أنهم يتسائلون يقولون هل هذه الشريحة يمكن تكون لها مخاوف أو أشياء ممكن تكون سلبية من ناحية مثلا صحية على الهجن نفسها ولا لا، على المطية نفسها ولا لا، ولا ما لها أي أثر؟ لا طبعا سلبي. في دكاترة بيطريين عندنا قبل ما يثبت الشريحة في المطية في دكتور بياخذ طبعا حرارة الناقة، بياخذ يعني بيحط عندها يعني جهاز يكشف على الناقة وبيثبت، والشريحة دي سليمة طبعا، هذه الشريحة مغلفة تغليف بنوع من المادة الجيلاتين، المادة دي اللي في الشريحة تبقى مدة
معينة وتذوب المادة هذه تبقى الشريحة في مكانها. الشريحة هذه من ميزاتها إن لو حاول واحد يستخرجها أو شيء الرقم اللي فيها يلتغي فسدت خلاص ما يقدر يستخدمها لناقة مطية ثانية. نعم صحيح. فهذه ما لها مخاوف على أي مطية سواء شريحة من شريحة الألاف اللي بتركب. صحيح. الحين قاعدين في الناس عندنا هنا الثروة الحيوانية بتركب شرايح بتركب شرايح ما بتصيبها أي مرض ولا شيء عادية كل الناس مركبين شرايح. فهذه الشريحة قبل ما تركب في المطية في دكتور بيطري بيتأكد من صحة المطية أنه ما عندها يعني شيء ضد هذه الشريحة ويتركب الشريحة ويطمئنون يعني من الناحية. الحين يعني سبحان الله لا سمح الله لو تم ضبط حالة مثلا ثبوت استخدام مثلا المنشطات هل في تعاون بينكم بين الدوحة مثلا وأي دولة من دول الخليج أو الإمارات أن تحديدا الإمارات مثلا ما يشارك مرة ثانية هناك يعني لو ضبط هنا أو العكس لو ضبط عندنا استخدم المنشطات أو عندهم هل ممكن يشارك عندنا أو لا؟ طبعا احنا ما نبي يعني نبدا في المشروع مره واحده. نعم. المشروع يبدا على مراحل. نعم. احنا بدينا بمرحله الشريحه الحين الشريحه هذه نوضعها عندنا السباقات هنا. نعم. طبعا حتى المرحله هذه من هنا الى قبل السباق الختامي كلها يمكن بتكون مرحله تجربه للشريحه. صحيح. يعني للشريحه في بعد في الشريحه يعني ممكن يطلع بيانات تاخذ من الشريحه بعد الموسم ذا في بيانات ممكن تاخذ من الشريحه ممكن الناقه تعرف في عندنا انواع من الناقه في سودانيه في مهجنه في محليه. نعم. هذا متروك طبعا. صحيح. هذا متروك بعد ما تشوف نجرب الشريحه هذه ونجرب مدى نجاحها كل في المستقبل ان شاء الله بيتم الاجابه على سؤالك باذن الله. يعني لازم نستضيفك مره ثانيه معنا وتجاوب على هالسؤال ان شاء الله. انا حاضر ان شاء الله. ودنا نعرف دكتور مبارك هل ناقشتوا هذا الموضوع في اجتماع اليوم؟ طبعا تم مناقشه الموضوع هذا وتعرف ان الحاله اللي كان ناقصه الشريحه طبعا يعني هي اللي غطت طبعا الجو وكان الشريحه هي اللي اخذت الحيز الكبير من الاجتماع والموضوع الرئيسي كانت الشريحه والشاغل اللي شغل كل المشاركين واللي كانوا ينتظرونه هو الشريحه. فالحمد لله يعني بدا التعاون وفي تعاون اصلا بين الامارات وبين قطر وبين دول الخليج كان في تعاون من قبل الشريحه بس انما الشريحه عامل تنظيمي ولا التعاون موجود بوجود رئيس اللجنة سعادة الشيخ حمد الجاسم ورؤساء الاتحاد سواء كان الشيخ سلطان بن حمدان أو الأمير تركي أو الأخ في دولة الكويت أو سلطنة عمان. الحمد لله التعاون موجود يعني ما يحتاج حتى بدون شريحة بس إنما الشريحة عملية تنظيمية لا حتى يعني نريح المشاركة والمالك من الحضور شخصيا. نعم. كل مرة وقت عملية تسهيل يعني. نعم. كبيرة. نعم دكتور مبارك سمعنا أن لو تم لا سمح الله ضبط مثلا أحد الملاك باستخدام المنشطات أحد المضمرين. نعم. باستخدام المنشطات هل بيتم منعه هل بيتم منع المالك حتى لو كان عنده أكثر من مضمر؟ طبعا بقول لك الحالة هي السؤال هذا طرح. نعم. على وطبعا هو الموجود حاليا إن المالك هو المسؤول طبعا المضمر هو يمشي بناء على تعليمات المالك. المالك مفروض انه يقول يعرف ان في هناك عقاب وثواب يعرف. نعم. ان هناك ممنوعات فيجب انه يبلغ انا على الهواء الحين اقول للمضمرين جميع المضمرين سواء كانوا في قطر ولا غير قطر المالك هو المسؤول الاول مسؤول عن مضمره لازم يجيب التعليمات موجوده في اللجنه كتيب موجود تعليمات بكل هذا فياخذ الكتاب يقراه والمالك هو المسؤول عن المضمر لازم ينبه على المضمر ان اي مضمر اي حاله تناشط هو المسؤول عنها المالك ينبه على ولا لا يختار المضمر ليه يوم يختار اذا ما في مضمر مش واثق منه لا يختارها المالك اللي بيجيب للمالك يعني بيجيب له منع من السباقات او شيء ليش يختاره هو اختار مثلا تعب واختار الهجن الطيبه وخسر عليها فيجب انه يختار عليه بعد يتعب شوي على المضمر. نعم صحيح. ولازم يحط المضمر اما اللجنه أو نظام ثاني سواء كانت في قطر هي أمام المسؤول أمامها والأول والأخير هو المالك مالك الهجرة. نعم. أما ذا مضمر عندي أنا اليوم وبكرة عند الثاني وبكرة عند الثالث ما تقدر يعني نعم ما تقدر البطاقة تصدر باسم المالك نعم. يعتبر موظف يعني. أيوة نعم. مضمر. طيب دكتور مبارك يعني هل في أمور أخرى ناقشتوها في اجتماع اليوم والله غير هذه الأمور اللي ذكرتها؟ والله بقول لك الامور ان شاء الله يعني احنا طبعا بالنسبه للاخوان اللي موجودين يعني في دول الخليج سواء كانوا يعني في المملكه العربيه السعوديه او في دول الخليج الاخرى الكويت مثلا عمان هذا الكلام يعني لهم الحق
إن كان يعني جاءوا هنا في قطر يثبتوا شريحة قطر. نعم. يعني في تقنيهم عن تثبيت الشريحة في الإمارات هذا بغير القطري. نفس الشيء إذا راح الإمارات يثبت الشريحة في الإمارات تقنيه عن الشريحة القطرية. لكن القطري لازم أنه يرجع يثبت الشريحة. لو كان برا الحين الموجودين في الإمارات أو موجودين في أي دولة أخرى ترى الشرائح الشريحة لازم تثبت. نعم. من يرجع لدولته الأصلية يثبت الشريحة. نعم. فيها. والإمارات الموجود هنا يرجع للإمارات يثبت. نعم. الشريحة. يعني في تعاون مشترك. أيوة تعاون. الحمد لله يعني الأمور ماشية. نعم. وإن شاء الله يعني للمشاركين يعني يكون هذه بادرة خير عليهم. ما قصرت بيض الله وجهك. يعني دكتور مبارك إحنا نشكرك جزيل الشكر نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباق الهجن ونتمنى إن شاء الله حضورك معنا في المرات الجاية وتعطينا معلومات أكثر تفيد ملاك الهجن في سباقاتهم إن شاء الله بإذن الله. ونتعلم منكم إن شاء الله بإذن الله. والله وأنا أشكركم لأنكم جيتوا في ذا الوقت اللي الحين. نعم. يمكن حتى المعلومة ما وصلت لبعض المشاركين. صحيح. سواء من الداخل أو من الخارج. نعم. فوجودنا على الشاشة هذا. نعم. أكيد إن شاشة الريان هي. نعم. الشاشة يعني اللي دائما يحبونها عشاق. نعم. الهجن ومتابعينها. نعم. سواء كان في برامجها كلها. فالحمد لله أنهم يعني جات في هذا الوقت المعلومة المناسب. الحين بتوصلهم ما يحتاج. نعم. إن واحد يروح يسأل ويتصل وهذه. نعم. المعلومة أعتقد وصلت على الهواء. دورنا دكتور نشكرك على حضورك وتشريفك في برنامج ترحيب وإعطانا هذا السبق الصحفي. والله. وهذا التصريح اللي مثل ما ذكرت إن أكيد إن ملاك الهجن ينتظرونه ومعرفة تفاصيله. نعم. الله لا يهينك وبيض الله وجهك. وأنا أعتقد إن الاجتماع اليوم إن شاء الله أنها بادرة خير يعني أو بداية خير. وأنا بدوري أشكركم. نعم. وحييكم وبارك الله فيكم وأشكركم جزيل الشكر. لا شكر على واجب. الله يسلمك. أخوان المشاهدين قبل أن نختم هذه الحلقة اسمحوا لنا أن ننقل تعازي قناة الريان وفريق برنامج ترحيب إلى أسرة الفقيد الفنان جاسم زيني اللي توفى أمس عن عمر ناهز 70 عام. نعم جار الله. والفنان الراحل هو أول فنان مبتعث لدراسة الفن التشكيلي في الخارج حيث سافر للعراق سنة 1962 وتخرج من أكاديمية الفنون الجميلة ببغداد وساهم تطوير الفن التشكيلي في قطر كما سعى إلى الدعم الفنانين خلال مسيرته الفنية اللي شهدت نجاحات ومعارض كثيرة حيث كانت أشبه بمرآة تعكس الواقع في قطر. نعم. ومن أبرز مناقب سيرته أنه يعتبر أحد مؤسسي المتاحف القطرية وحاصل على جائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون التشكيلية عام 2006 وكانت آخر مشاركاته الفنية مجموعة من لوحاته في معرض مال الأول اللي يقيم بمتحف الفن الإسلامي مؤخرا. نعم. أخوي خالد نقول الله يرحمه ويغفر له ويصبر أهله إن شاء الله. الله يرحمه ويغفر له إن شاء الله. أعزائي المشاهدين وصلنا وإياكم لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج ترحيب. لأي اقتراحات أو استفسارات يمكنكم التواصل مع فريق البرنامج من خلال البريد الإلكتروني ترحيب@الريان.تي في. موعدنا معكم إن شاء الله القابلة وفي أمان الله. في أمان الله.